تداول ناشطون على موقع فيسبوك مقطعا مصورا وصورا يوضحان الاعتداء على رجل مسن ورجال آخرين من أهل ناحية الصقلاوية في الفلوجة من قبل ما قالوا إنه ضابط في الحشد العشائري يدعى العقيد سعد، وذلك جراء مشاجرة، حيث اعتدى الضابط بالضرب المبرح على الرجل المسن وعلى الرجال ما أدى إلى ظهور كدمات جراء التعذيب. دعونا نتابع المقطع والصور. وهذا اخويا كلي تواقفه على ما له اي طرف في القضيه. الله يقبل بهذا العمل هذا الاجرامي. ناشد جميع القضاة، ناشد جميع المسؤولين، ناشد جميع الخيرين ان يشوفون هذا الحل. اهل سعد المسؤول عن حشد.